تعزيز هذا التزكية أننا منتخب جد قوي وجميع النتائج اللي درناها في كأس العالم ما كانتش صدفة، إنما شغل المدرب والطاقم ديالو واللاعبين اللهم لك الحمد، وهذا الفوز غادي يبقى في التاريخ. مباراة اليوم أكيد كانت شوية صعيبة لأنه لعبنا وتقريبا اللاعبين لعبوا هما صايمين، ولكن الحمد لله هذا ماشي عذر، اللاعبين قاموا بمباراة جيدة بالرغم من أن المنتخب في روحه كان شوية قوي، والحمد لله يعني مباراة مع مباراة إن شاء الله المجموعة تكون أفضل وأفضل إن شاء الله.